مشاهدينا راح ننتقل لتقارير وفعاليات ونكون معكم بالتقرير الأول. ونحن نعيش في وقت باتت فيه وسائل التواصل الاجتماعي هي المهيمن والخطر الأكبر على عالمنا الواقعي، لا تحول لعالم افتراضي لا يبت للحقيقة بشيء، عالما لا يأتي إلا بالمشاكل والمعلومات المغلوطة والأشخاص المزيفين، في حين تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في نشر المعلومات إلى جانب انتشار الجرائم الإلكترونية والإساءة للأمن الاجتماعي والاقتصادي. للتوعية حول خطورة هذا الموضوع وآلية التعامل مع أي مشاكل يواجهها الفرد الذي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، كان للواء نعور مبادرة بتنظيم ندوة تحت عنوان لنحمي عالمنا الإلكتروني، ذلك بحضور مدير شرطة جنوب عمان وعدد أفراد الشرطة المجتمعية في لواء نعور. لا مزيد من التقرير حول هذه الندوة مع ملاك ياسين. ضمت رابطة بصمة وفاء للوطن وقائد الوطن في لواء نعور وبالتعاون مع قسم الشرطة المجتمعية وحدة الجرائم الإلكترونية ندوة حول ما تتسبب به مواقع التواصل الاجتماعي من جرائم مختلفة تتمثل في بث الفكر المتطرف وتأثيره السلبي على الفرد والمجتمع. نعلم جميعا ونعي المخاطر في الوقت الحالي من مواقع التواصل الإلكتروني وأثاره على أبنائنا الشباب، خاصة منهم فئة الشباب. فهذه المواقع التواصل الإلكتروني أصبح هناك أصحاب النفوس المريضة يستغلونها، وخاصة في تجنيد الشباب في أعمال تخل بالأمن والنظام. فكان واجب علينا مديرية الأمن العام بالتعاون مع المجتمع المحلي في مختلف مناطق المملكة بإطلاق مثل هذه المبادرات، وهي مبادرة لنحمي عالمنا الإلكتروني من خلال المحاضرات والتوجيه والتوعية وتوجيه أبنائنا وخاصة الشباب من الأساليب التي يمكن استخدامها من هذه الفئة الضالة في تجنيدهم وكيفية تجنب الانخراط مع هذه الفئة من خلال مواقع التواصل الإلكتروني ومخاطرها على المجتمع. هذا وأكدت الندوة على أهمية نشر الوعي حول آلية التعامل مع كافة مواقع التواصل الاجتماعي وتوخي الحذر إزاء كافة المواضيع التي تنشر عبر وسائل التواصل المختلفة، حيث أن انتشارها ساهم بشكل كبير في تهيئة البيئة المناسبة لدى بعض أصحاب الأجندة لأن ينشروا سمومهم في المجتمع. بداية بشكل عام كوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لدينا الدور التوعوي، والتوعوي يتوجب علينا ذكر أساسيات التعامل مع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. استخدامنا لمواقع التواصل الاجتماعي مرتبط بأربعة ضوابط رئيسية. بداية ضابط الأخلاق، المنظومة الأخلاقية لدينا نركز على موضوع المنظومة الأخلاقية. ثانيا العلاقات الأسرية التي تربط الأبناء بالأباء، الصراحة، الحديث معهم، كشف كافة تعاملاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مختلف الفئات العمرية. نتحدث عن الجهل في كيفية استخدامنا لتقنية الاتصال أن نكون آمنين. أيضا نجهل في موضوع الثقافة القانونية فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية. أيضا الضابط الرابع الفضول، ننجر غالبا ما ننجر في فضولنا لمعرفة من كتب المقال أو من أرسل الرسالة. احنا دائما نكون موجودين في مثل هذه المبادرات وندعو كافة مؤسسات المجتمع المدني أن يكونوا على ما نأمل أن يكونوا من شركاء حقيقيين في إيصال رسالتنا لكافة أطياف المجتمع على مختلف فئات العمرية. وتم الإشارة خلال الندوة إلى أبرز الجرائم الإلكترونية التي تتعامل معها وحدة الجرائم في إدارة البحث الجنائي، تتمثل في الاستغلال الجنسي للأطفال والتجنيد الإلكتروني الإرهابي للأطفال وفئة الشباب وبث خطاب الكراهية. المجتمع الأردني متشارك في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هناك خطر يحدق بأبنائنا وبناتنا في مقاعد الدراسة وفي فئة الشباب تحديدا. واجبنا كمؤسسات المجتمع المحلي أن نكون رديف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في نشر رسالة التوعية من مخاطر هذه مواقع التواصل الاجتماعي حتى نصل بأبنائنا إلى شط الأمان. الدعايات والإشاعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هي خطر يهدد المجتمع والسلم المجتمعي. واجبنا أن نكون إحنا العين الساهرة التي تحمي الوطن ونشر رسالة أمنية توعوية في هذا المجال حتى لا نصبح المجتمع الأردني عرضة للإشاعات. وجرى التأكيد خلال الندوة على أهمية نشر الوعي لدى شبابنا جراء استخدامهم الشبكة العنكبوتية ومنصات التواصل الاجتماعي ومراقبة الأطفال تجنبا لوقوعهم ضحية أصحاب النفوس المريضة.